وقنا عصير غير سومالي لنا وان إنه مكينين بريس العي إنه مكينين دور العي إنه مكينين إن أولاء بلا كواليتي أو ككينة شيء إن سيدوك هلا إن هنتدي سكولة ما تقال لمن سومالي لان سيدوك هلا وحقو مرر بدن إن لعكتي سجلية سيدي و إنه أبو يبين لها إنه أبو يبين لها اعتراف كأنه بايدون كوترنو وكم أي إسلاذين كاسي مقياسي كرتان إنت أنا الشيء يوم حد كعد سنة يا إن أدب القياسان سأين أمي سأنو إن إنه قرن كرنو قف كأنه ونكسن سدوا كلام حد كعد سنة يا مركان شيءه بلي هذه النفقة كينا إلى وذاكتان سأن السنة لهنو واط قياستين قفكي ونكسنا إرهير سوماليلان واطه داود يلوح إن كترني برنامج آه إنا ينو إن شاقنا أو موتنا مواد كينا ونكسن وحين كترني برنامج اللي يلاهدو إن موتي إن محل إلى مواد كاقا في عن سيدو كلنا بلشادة أوتلمان قفك حنا إنا إسكي إلاليان ما يكفو قادان أي واجب كتاي ما أنت وحن موضوع عن ذيكو هنا وأنا قرني إن أنا إدلي وذا أجنو نتكمل ذا قرن عشان تدا جمهورية سوماليلان كاسيور هنتي أنا كأم سنة هاي إن وهل كيو لوجا بهنا سوماليلان سكت هاجي إنه العكتي حتى كنت يي إنه هو يبيع اعتراف إنه قرن محلية غير سوماليا مر أي كأذين إنه يهاي من إن سوماليلانو على لا يستدر تيدنا أي كوحدناتا قناعسكيسة تشوتينا يان وقود شوابي إناي حر ويهين إناي تشوتيان سومالي لان أي كلاقي موين تهي وقيمين يا سومالي لان إيو هالكا أي وسعوته إناي قادو هدو وحكستكو هاي هالكا أي قناعسته غير سومالي لانه مروال بدور بدان إناي دادك عدو سومالي لان كو آمد حوبو حيان إنه يو هايستان إرساقه دو ده ميلك كلتها الله أي قو عيسو هدي أي قرن كو ده موتيان هدوا إنه أمرو البكت دولينا إنه إنه موتينا وانا أقدتكينا إنه نسودو كلانا موتينا كحونا إنه قد احترا وحانو ما أنت موضوع عنكو سوقاتنا إنه قنع سدها قنع سدها سي وحا أكبر يري إنه سمان لان احتراف كيادة راديو وحا أكبر يري إنه آنو عدنا كلقة بنين وحا أكبر يري إنه وحكستها دو كو أي كلوين تاي سمان لان وحكستها سنان دين شيء هنتد حول راشين دعي إنه مكينين دورنا عليه إنه مكينين ألعاب كبيرة كواليتي تشينا إنه جمس واردين هنتد يعني أنتوا ينجا أروح صدي ولي بقى النجا إنه جم أبيس كرينين إلى هاي مهدي وح كستو أو سمين كريو أو سمين لان قدنا كان عسلها سو سمي أنت أنا ورقة قاين أما أنه يعني محل إذا بالسنة ده يعني حبتك جهلنا أنا قلنا أنا سكنتي أنا قوم مرول بقيمين هنا إن قفكو ونعكسنا بالسنة غير سمين لان كل احترام لموتيو أي نوع موقت إنه ما أنت كهبوا يهين عنك هذا الله دوان أي هيد مال مدويت أي هيد مركا وبقي سجن عسى خص قري أنت جن عسى ده غير سومالي كويل هذا وحدو الله ليس سومالي لان سلا درت جن عسى كذا إن أنا كحدنا نو نشوتين إنا أيوه خص قري تري بيرسن بس سوماليا ومض أفك سوماليا كوه هذا الشيء جن عسى كذا كحدنا هذا ربتان شوتيه إذا كيدين تلا هذا دون تان ولجين هكحدنا نا جن عسى كذا سومالي لان أيان إيمان سنة هاي السمال لان أيان شعل هاي السمال لان أيان أورلان يا السمال لان أيان دي سيان هنتدي إذن قليل يا قف كنوع عاصو كراء وحين نقول أتبين إنه جناسي إنه كح جناسي جيس نكح نانو مروا البنا موت نقف كأنه ونكسن داو ضيا كدالي ما إنه إن أنا برصد قف كأنه ونكسن نوصل بندقنا قف كحنا إنه كف وجادان أو كح نانتي سكف وجادان أو واحد أوصل وذا كف وجادان أو واحد وكل ده احترق كف وجادان أنا أوصل مرنا بكدالي ما إنه وحين ذكرت سنة يا marka aan sheego ganacsadahan fikirka aad ka qabtayna la wadaagtaan waxaan idinku codsanayaa in aad noo sheegtaan inuu yahay sida aanu aaminsanahay iyo in kale iyo in aanu magaranaysaa aanu ahayn sida aanu ka aaminsanahay waxaan sidoo kale idinku codsanaynaa in aad mar walba nala wadaagtaan bulshada inteeda wanaagsan iyo inta xun ee laga cararo u baahan intaba aad nala wadaagtaan waa ololaha aanu ku jirno in la helo dad wanaagsan
إلا هلا جنسد وناكسن إلا هلا بلشو وناكسن إلا هلا دولة وناكسن إلا هلا مسؤول وناكسن إلا لقف هذا مسوق ماسوق يقف كستوى حنوية ليا إن وها وقعنت كهيو فروح نقص يا كيني جنسد في الرسومات لأن كود وين إنا يجو عدو كيهين اعتراف كتمورد الرسومات أو أي لقب صدين حال ذهن إن دولة الآن أي دونيان عشورا عن سيدة ذي اللغة قادم أي دونيان إذا كن كنترولين كوالا تقدلك أي كينيان أي دونيان إذا كن كنترولين محل إلى فالي يوقع يحكو إيبنيان يعني إن سيدة دونان إنو استعمالا بي دونيان دبتنا وحي كده قال لما يان إذا إنو هلو اعتراف عالمي هذا ما أنت داو ديال كان عشدها سوو نسوات جيتي مرر بضان نوحو كغيب قاتي كرنتي إن محل إلى هذا سيدة السومالي لان سرقو قادي لها سمعدي sida uu ugu caawil ah xaaladaha ay ku jirto xilligi COVID-19 waa ganacsadihi ugu badna ugu bixiyay lacagti ugu badnayd ee bulshadeena lagu badbaadiyay halka laga yaabo qaar kood inay xilliga kaba faa'iideysanayeen si ay bulshadeena dhibaateysan ganacsi uga raadin lahaayeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa idinkana waxaan ku codsanaynaa inaan mar walba nala wadaagtan qofka wanaagsan bulshada ay ugu xidhanay maanta ganacsadahan idin wada waxa weeye اسماعيل احمد وول ريميد فاونديشن وملكي لها حواله وول ريميد وحقو كعام بحي انو مرول بقرب استاغو شريتانك جمهوريه الصوماليلاند وحقو كعام بحي ان انو كغبنين عدوغ الصوماليلاند انو اشيغو رنتا وحقو كعام بحي ان الصوماليلاند هلكا اي كجلسنتا او كعاويو وحقو كعام بحي inaanu ino keenin bariis dhacay iyo dawo dhacday iyo quality alaab quality oo dhacday kaliya ganacsiga inta uu inaga faa'iideeyna oo inteeda badan inaga dib noogu soo celiyo inagoo u baahan fududeynta lacagta iyo xawaaladda uu inaga la shaqeeyay ee uu gacantisa ku alifay ee dabadeedna ino fududeysay inaanu si sahlan isugu gudbino lacagaha wuxuu inaga faa'iideeyna inta badan bulshada reer Soomaaliland uu ku soo celiyay isagana aan uga mahadnaqayno ama aan ugu ducaynayno in Ilaahay inta ka sii badan uu siiyo maadaama uu ilaaliyo sumcadda dalkiisa ee Soomaaliland maadaama uu qarannimadiisa garab istaagayo maadaama uu yahay ninka ganacsada ee cadeystay xataa Soomaaliland ictiraafkeeda hadii la iibsan karo inuu hantidiisa oo dhan noogu iibinayo waxaan leenahay Axmed Ismaaciil Ilaahay ku barakeeyo Ilaahay ganacsiga ku barakeeyo Ilaahay halka taagantay horaha kaaga sii wado ummad reer Soomaaliland waxaan leenahay qofkiina wanaagsan ku xidnaada waxaan leenahay qofkiina xun ka fogaada qaar baa jira hantidi ay inaga dhaqdeen ee ay inaga qaateen inagu abuse gareenayo oo inagu kala furfuraya oo inay dawladda ay iyagu leeyihiin ku sameeystaan maanta isku deeyay waa hantidi bulshada reer Soomaaliland lahayd ee ay musuqmaasuqeen ay dhaceen ayay haddana waxay u isticmaalayaan inay inagu kala furfuraan inay inagu kala dilaan inay dawlad ay leeyihiin inagu dul sameeystaan waan rumaynayaa halka uu maxamed ismaaciil ahmed maxalla ismaaciil ahmedna ganacsadahaasina uu lacagtiisi inoogu iibiyo ixtiraaf u doonayo kuwa aanu baahanay waa kuwa aan garab istaagayna waa kuwa aanu doonayna bulshada inaan dadka wanaagsan u tilmaanno waa kuwa waxaan rumaynayaa inaan ka fogaano qof kasto xun waxaan rumaynayaa inaan iska fogaano qof kasto xun waxaan rumaynayaa inaan noqono bulsho abuurta sida ay u heli lahayd dad wanaagsan oo hoggaamiya sida ay u heli lahayd dad daacad ah sida ay isaga fogaan lahayd qofka xun ee ku abuse gareynaya hantida uu helo ama ay ka ganacsado ama adiga ka boobeyo qofka wanaagsan ee qarankeena ina la dhisaya ee lacagtiisa ictiraaf inoogu doonaya ee maalintaynu jilicsanahay waxaanu u baahanahay inaga caawinayana aynu garab siina baan leeyahay maanta ganacsadaha aan u gartay in uu yahay mid qarankiisa garab istaagay oo ka badheeray qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland waa mulkiilaha Wool Ltd Ismaaciil Axmed waxaan leeyahay Ilaahay ganacsiga ku barakeeyo bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay aragtidiina iyo fikirkiina nala soo wadaaga balse aanu u ogaano inaanu qiimeynta aanu ku jirnaa ay tahay mid dhab ah waa Ubaxle Media 24 bartamaha magaalada Birmingham UK